عايزين اكمل معاكي، انتي لازم تعملي الحاجات ديت. ما احنا مش هنفضل متصاحبين كده كتير، دي المشكلة اللي جاتني من بنوتة. تعالى اقول لكم الموضوع مش ازاي. والله عايزانا نفضل متصاحبين، هو قال لها كده، عايزانا نفضل متصاحبين. هو عايزها تقول لها، يعني تقول له كل حاجة تقريبا. بمعنى انا داخلة دلوقتي الحمام، الو يا فلان الفلاني، انا داخلة دلوقتي الحمام. عايزة اقول لها كل، يعني عايزها تقول له كل تفصيلة في حياتها، بتعمل ايه دلوقتي، نازلة الساعة كام، راجعة الساعة كام، هتروح مع مين، تصور نفسها، يعني كل حاجة في حياتها هي تقولها له. انتوا متخيلين لدرجة ان هو احيانا كان بيفرض عليها البيجامات اللي تتلبس في البيت، والهدوم اللي تتلبس بره البيت كمان، لا خطيبها ولا جوزها ولا حتى متكلم عليها ولا اي حاجة. حرفيا حرفيا البنت بتكلمني منهارة، كوكي شوفي لي حل في المصيبة اللي انا موجودة فيها ديت، اعمل ايه؟ هو واحد بيحبها، بعت لها قال لها انا بحبك، طب وانتي، طب ايه المهم، حصل استلطاف وحبوا بعض تمام، بس زي ما قلت لكم بتحكم في كل حاجه في حياتها، كل حاجه. ده حتى كان في الكليه بيتحكم في السكشن بتاعها، إيه يعني الحروف الابجديه مين مع مين، طب انتي ليه ما كنتيش في شله بنات، طب انتي ليه ما كنتيش ما اعرفش ايه. طب يا جماعه ده هو جه، يعني هو اسمي جه مع الناس دي عشان انا من ضمن حروف حرف الميم مثلا، فايه ايه ايه يا شيخ، اتقلى شويه. فبتقولي يا كوكي اسيبه ولا استحمل بالوضع دوت، مع اني انا بحبه وعارفه وكمان متاكده ان هو بيحبني. فلا لا لا، الحب اللي يرجعك 50,000 سنة لورا ده، لا ده اذا كان كده هو كده قبل ما تتخطبي ولا قبل ما يتجوز. امال لما تتجوزوا هيعمل ايه؟ طب لما تتخطبوا هيعمل ايه؟ هيتحكم فيكي لمدى عامل ازاي؟ الموضوع مرعب بجد بجد، الموضوع لما يدخل في الجد تحسوه مرعب. انتوا اكتبوا لها، انتوا مع ان هي تكمل البهدله اللي هي فيها دي حرفيا، ان هي كاتبه لي كلام بيعد عليها النفس، ولا تستحمل ويتخطبوا ويتجوزوا. انا عن نفسي ككوكي بقول لها قدامكم دلوقتي وهي بتشوف دلوقتي الستوري، اخلعي مش اخلعي، انت اهربي بجلدك حالا حالا اهربي. فهي مستنيه ان انتوا تعرفوها تعمل ايه في الموقف البشع اللي هي فيه، عشان هي قالت يعني هتقرا كل الكومنتات بتاعتكم، وطبعا ما عرفتش اطلع الاسم لان عشان خصوصيتها، فهي هتقرا كل حاجه انتوا كاتبينها، تكمل ولا تجري وتهرب.